لغة أرقام بتعكس تفوق الأهلي على كل الأندية المغربية، والحقيقة خليني أقول كمان بالذات تحت قيادة بيتسو موسيماني، الحقيقة الهيمنة أفريقية. الأهلي مع موسيماني الحقيقة هزم أو لم يخسر أساسا من أي نادي من كبار القارة الأفريقية، بالعكس تفوق على كل الكبار في أفريقيا، تفوق على الوداد المغربي ذهابا وإيابا، تفوق على الترجي التونسي ذهابا وإيابا، تفوق على سان داونز، تفوق على كايزر تشيفز في النهائي، تفوق على الزمالك المصري، ويبقى الرجاء ضحية محتملة لبيتسو موسيماني والنادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، نأملها وإن شاء الله بإذن الله لصالح النادي الأهلي. ويتبقى في القائمة يمكن أنيمبا النيجيري ومازيمبي الجنغولي، اعتقد دول يا شريف قائمه الضحايا. طبعا شريف سالم محلل مداها هيكلمنا اكتر طبعا على الرجاء النهارده بالارقام، نتعرف على فرقه تقريبا شبه جديده. مساء الخير يا شريف، منور الدنيا. الله يخليك، شكرا. رجاء السنه دي مختلف بشكل كبير عن الرجاء اللي تابعناه في نسخه النجمه التاسعه لحق النادي الاهلي، كان طرف في قبل النهائي لنادي الزمالك المصري وتفوق عليه نادي الزمالك ووصل الاهلي عشان يواجهه في النهائي، ومختلف برضو عن نسخه الرجاء اللي فاز بالكونفدراليه. الاختلاف في الاسلوب والفلسفه مش كبير، بس الاختلاف في الاسماء طبعا في اختلاف كبير في الاسماء. الاسماء سواء لاعبين او كجهاز فني طبعا، او كجهاز فني. اعتقد الرجاء اتخلى عن تقريبا حوالي 13 لاعب في الويندو اللي فات، ودخلنا تقريبا حوالي 14 لاعب. تخلى عن نجوم مهمه. تسمح لي يا شريف، يمكن اللقطات اللي بنقلها لحضراتكم، طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وصل دلوقتي لمكان تدريب النادي الاهلي مع رئيس الاتحاد القطري، مع طبعا هاني ابو ريده، الاستاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي ظاهر كمان في الصوره، ولحظات طبعا وكابتن الخطيب هيكون موجود عشان يتابع تمرين الفريق. اتفضل يا شريف. الاختلاف في الفلسفه مش كبير، تقريبا نفس الاداء، نفس الفلسفه اللي احنا تعودنا نشوف عليها الرجاء في السنين اللي فاتت، بس يمكن الاسماء مختلفه شويه. الرجاء اتخلى عن النجوم اللي موجوده عنده، بنتكلم على مالونجو وسفيان رحيم، الاثنين خرجوا. دخل بعض اللعيبه اللي يمكن اهمهم حميد احداد. حميد احداد يعني لعيبه يعني لعيبه برده مرت على الدوري المصري. ايوه شفناه حميد احداد. النهيري كمان موجود. شفناه في البطوله العربيه مع منتخب المغرب. في كمان كم لاعب دولي في قائمه الرجاء؟ اعتقد بنتكلم على ال 11 اللي موجودين على الاقل كلهم دوليين باستثناء كوياتي اللي ما بيلعبش اساسي، بيلعب مكانه حاليا. صفقه جديده برضه. ده جاي من تيبي مازيمبي. من مازيمبي. جاي فري ترانسفير. اوكي، طيب خلينا ناخد عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء. اسمح لنا يا شريف معانا على التليفون. سيد عبد الاله، طبعا بدايه اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. اهلا بيك استاذي، واهلا بالضيف الكريم، وتحيه لجماهير النادي الاهلي. اهلا بيك. بدايه طبعا لقاء بيجمع بين اشقاء الاهلي والرجاء في سوبر افريقيا، ازاي استعد الرجاء المغربي للمواجهه، واهم الاسماء اللي حاضره واهم وابرز الغيابات برضو؟ الحمد لله، لان المقابله هي بين بلدين شقيقين بين مصر والمغرب، ويمثلهم كل من الاهلي المصري نادي بمرجعيه تاريخيه، ونادي الرجاء الرياضي كذلك بمرجعيه تاريخيه، فكاين علاقه حب مودع بين جماهير الرجاء وجماهير الاهلي، واتمنى ان شاء الله بان تكون الروح الرياضيه هي السائده، وتكون ان شاء الله مقابله بين فريقين يمثلان القاره الافريقيه خير تمثيل. استعدادات بالنسبه لنا كنادي الرجاء الرياضي فهي استعدادات عاديه، الحمد لله مقابله نهائيه ديال كاس سوبر خارج القاره الافريقيه. نادي الرجاء كان اول فريق يفوز بكاس سوبر خارج القاره الافريقيه ضد نادي الترجي بدوله قطر. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باننا نعيد الكره، والحمد لله المعنويات جد جد مرتفعه ديال اللاعبين، وكلنا ثقه باننا سندافع على الحظوظ ديالنا ان شاء الله من اجل اللقب الافريقي باذن الله. هل في صعوبات واجهت الفريق الرجاء قبل يعني في مرحله الاستعداد لمواجهه النادي الاهلي؟ وصراحه نحن كافارقه، ما نقولوش كعرب، ولكن كافارقه فمن العيب والعار ان كانت هناك ارتجاليه في تحديد تاريخ السوبر، مسابقه بمرجعيه تاريخيه بقيمه كاس السوبر الافريقي، كان على الاتحاد الافريقي بان يحدد تاريخ السوبر سلفا، فلا يعقل بانه كل مره السنه الفارطه كاس السوبر يتلعب في شهر ماي. هذه السنه هذه كان التاريخ في الكواليس بين قوسين شهر فبراير، على بعد ثلاثه اسابيع كانت مراسله من الكاف تحدد نادي الرجاء ونادي الاهلي على حد سواء بان السوبر يوم 22 دجنبر، مع الزاميه الرجاء والاهلي
باعطاء اللائحه النهائيه يوم 10 دجنبر، والمراسله كانت يوم 7 دجنبر. العالم يعيش حاله استثنائيه، ونتمنى من الله انه يرفع عنا الوباء والبلاء. فكاين تدابير صحيه، كاين تدابير احترازيه، كاين مشكل ديال التاشيره. كانت هناك صعوبات، ولكن بالنسبه لنا الصعوبات اللي هي عاديه وروتينيه في الحاله الاستثنائيه اللي كيعيشها العالم. بتكلمني عن ظروف وجود البعثه في قطر، القائمه بتاعت الفريق، هل الفريق بيعاني من اي اصابات او من اي غيابات، وازاي بتبص للمواجهه اللي هتجمعكم ان شاء الله مع الاهلي بعد بكره؟ كنشكر دوله قطر، كنشكروها ونفتخر بقطر كدوله عربيه، لان كاين منشآت رياضيه، كاين كاس العرب فيفا اللي داز وعطى واحد السمعه جيده بالنسبه للعرب كبلدان وكشعب انه يستحق تنظيم منافسه من حجم كاس العالم ان شاء الله، ونتمنى انهم يتوفقوا. فكنشكرهم على حسن الضيافه، الاقامه فهي في اجواء جد مريحه، اللاعبين معنوياتهم مرتفعه، الحمد لله جميع اللاعبين جاهزين، ما كاينش هناك ولا غياب، وجميع اللاعبين ان شاء الله غيكونوا تحت امره المدرب اللي غتكون عنده الحريه ديال تحديد التشكيل اللي غيواجه النادي الاهلي المصري في كاس السوبر. ازاي بتشوف الفتره البسيطه اللي تولى فيها مارك فيلموتس المدير الفني الجديد لفريق الرجاء المغربي المسؤوليه، وهل شايف انه تاقلم او قدر يسيب بصمه قبل مواجهه كبيره مع النادي الاهلي المصري بطل دوري الابطال؟ فبطبيعه الحال كان هناك توقف ديال البطوله، من يسمح لمارك فيلموتس بانه يهيئ لهذه المباراه ويتعرف على التشكيل ويتعرف على اللعيبه فرد بفرد. فالحمد لله انه توفق في هذه المساله، وبدا كيحط اللمسه ديالو على الهويه ديال نادي الرجاء الرياضي، لان احنا كنادي الرجاء الرياضي فعندنا هويه وعندنا طريقه اللي كان صراحه هناك الحاح من مكتب مديري ديال نادي الرجاء الرياضي. فالتعاقد مع مارك فيلموتس كان تبعا لمعايير، وهذه المعايير كتماشى مع التشكيل اللي عنده، وكنظن بانه كاين هناك انسجام ما بينه كطاقم تقني وما بين اللاعبين، وبداوا اللاعبين الحمد لله انهم كيتماشاو مع الطريقه ديال ماركزين. في النهايه يعني شرف للكره العربيه بدايه وصول طرفين عربيين لنهائي بطوله السوبر الافريقي، نهائي مصري مغربي يتكرر. السنه اللي فاتت كان الاهلي المصري ونهضه بركان، السنه دي الاهلي والرجاء، فان شاء الله نتمنى لقاء مشرف للكره العربيه. بشكرك شكرا جزيلا عبد الاله ابراهيمي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي. طيب نرجع تاني، ويمكن كنت بكلمك يمكن قبل المداخله على مارك فيلموتس المدير الفني، هو البلجيكي الجديد تولى المسؤوليه، يمكن لعب مع الفريق 3 أو 4 ماتشات تقريبا. اعتقد 3 ماتشات. اعتقد انه مباراه الاهلي في الظروف دي ممكن تبقى المواجهه الاصعب بالنسبه له، شايف فكر الراجل ازاي، بصماته او السي في بتاعه برده بيقول ايه لو حبينا نقيم الاداره الفنيه للرجاء؟ هو مدرب كويس، مدرب يعني عنده كارير كويس لحد دلوقتي، اشتغل مع منتخبات كويسه، بنتكلم على ايران، بنتكلم على منتخب بلجيكا، راجل عنده كارير كويس، عدد مباريات كمان، عنده خبرات كويسه. شاطرين المغاربه في موضوع اختيار المديرين الفنيين الاجنبيين على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه على فكره، يعني دايما بنشوف اسماء مميزه جدا في الفرق المغربيه، بنشوف اسماء مميزه واداء كويس، واداء كويس. احنا اوقات بنجيب اسماء كويسه بس تعيش اداء كويس. بس هو يعني هم شايف لعيب فينا ولا لعيب فيهم؟ طيب احنا جبنا مارتن يول ما عملش حاجه. فممكن يكون ال 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 الاختيار دايما بيكون في كرايتيريا للاختيار. أيوة. ممكن ده اللي بيفرق شويه، او اللي بيحسسنا احنا انه الناس دي خلقت حاله او بقى عندها مدربين بتيجي تشتغل وبتقدم حاجه كويسه. هو الراجل اشتغل كويس، اشتغل 3 ماتشات، هو جه بعد ماتش الوداد على طول. ماتش الوداد انتهى بالتعادل 1-1. موقف الفرقتين كمان في الدوري متشابه شويه، بس يمكن الوداد بيتفوق شويه. الوداد اول والرجاء وصيف دلوقتي. الوداد لعب 12 مباراه، الوداد لعب 12 مباراه، الرجاء لعب 13. هو ده يمكن الفرق ما بين الفرقتين، 8 مكاسب من ال 12 حققها فرقه الرجاء. الراجل جه بقى بعد الماتش ده اتعادل اول مباراه، كسب اول مباراه سوريا 1-0، تاني مباراه خسر من اعتقد اولمبيك اسفي، لا فرقه من اعتقد في مركزها ال 14 او 15، خسر منها 1-0، وكسب المباراه بعدها 2-1، واعتقد المباراه الاخيره برضو كسب 1-0 في نهايه اللقاء، مباراه الشبيبه. فيعني نقول ان هو لسه بيتفرج على الفرقه، كمان كان عنده المجموعه اللي كانت لسه جايه من منتخب المغرب. الموضوع ليه تو سايدز بالنسبه لي، السايد الاولاني دايما بيبقى فيه حماس كده عند المدربين اول ما بييجوا. ايوه ممكن الحماس ده يكون ايجابي شويه في لقاء زي لقاء السوبر،
والجزء او السايد الثاني اللي ممكن يكون نيجاتيف شويه او سلبي فكره انه بتبقى انت لسه مدرب جديد داخل على الفرقه مش حافظ كل ما اشتغلتش في افريقيا مارك فيلموتس ده ما اشتغلش في افريقيا يعني لو اتفرج على الاهلي اتفرج عليه فيديو لكن ما شافش الاهلي في افريقيا او ما واجهش الاهلي في اي انديه افريقيه قبل كده بس النادي الاهلي يعني النادي الاهلي عشان عنده باترن في كل حاجه تقريبا في الخطط الدفاعيه والهجوميه وعنده ثبات في الطريقه من بدايه الموسم تقدر كمحلل اداء تقعد تتفرج على الفرقه وتطلع الامكانيات بتاعه الفرقه اللي موجوده تعرف مين اساسي ومين احتياطي تعرف مين كويس تعرف مين اللي بيشارك تعرف عدد دقائق كل لاعب قد ايه لان في باترن في الفرقه شويه طب بصرف النظر عن يعني احنا بنواجه تقريبا فرقه جديده احنا بنتكلم على 13 صفقه او 14 صفقه عملها فرقه الفريق الرجاء بس مش كلهم بيشاركوا لا بنتكلم على اربع خمس صفقات هي اللي موجوده وبتشارك وباقي الفرقه هي الفرقه اللي بقى لها 3 4 سنين موجوده مع فرقه الرجاء صفقات تقدر تقول تقييمك ليها وزنك ليها تعوض رحيل لاعبين انا شفتهم كانوا مؤثرين جدا في فرقه الرجاء في السنوات الاخيره سفيان رحيمي وبيما لونجو اعتقد ان هم كان ليهم يعني كلمه السر دايما في تحقيق الرجاء المغربي للفوز او انتصارات لا انا بالنسبه لي فرق الجوده ما بين كوياتي وبين مالونجو طبعا فرق واضح اصلا لصالح يعني فرق مالونجو. كبير جدا طبعا تقريبا كوياتي 9 مباريات في الدوري سجل هدف واحد بس ما عملش ولا اسيست بين مالونجو كان طبعا حاله مختلفه يعني ناحيه الشمال اللي مشي منها سفيان رحيمي الموسم ده محمود بن حليب عامل اداء كويس عامل عدد اهداف كويس وعدد اسيست كويس فممكن نقول هو ما عوضش سفيان رحيمي لحد دلوقتي عند الجمهور لكن انا بشوف ان هو لعيب جاي وبيعمل اداء كويس طيب عايزك تقرا لنا شكل وطريقه واسلوب لعب واداء الرجاء نقط الخلل فين او نقط الضعف فين نقاط القوه فين في نفس الوقت التشكيل المتوقع طريقه اللعب اللي ممكن يواجه بيها مارك فيلموتس بيتسو موسيماني في مواجهه السوبر خلينا نروح لده بالتحليل وبالارقام وقرايتك للمباراه بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مع شريف سالم محلل الاداء ونتكلم اكتر نفرد مساحه اكتر لشكل وأداء الرجاء المتوقع في مواجهة سوبر أفريقيا. طيب زي ما شفتوا حضراتكم اللقطات دي على الهواء دي بدايه تدريبات النادي الاهلي النهارده في الملعب وشفنا يمكن ظهر في الكادر كده اكرم توفيق وظهر ايمن اشرف ويمكن نقلنا لحضراتكم كمان من دقائق وصول كابتن محمود الخطيب عشان يتابع التدريب بنفسه ارجع لك يا شريف ونبتدي كده نعمل مقارنه سريعه في الموسم ده انا شايف انه ارقام الفرقتين قريبه جدا من بعض نستعرض معاك اهم ارقام الاهلي والرجاء الموسم دلوقتي قبل الارقام دي بسرعه فيلموت لعب في افريقيا 6 ماتشات مع ده انت هتتكلم على المدير الفني الاول احنا قلنا قبل الفاصل ان الراجل ما لعبش في افريقيا لا الراجل لعب في افريقيا لعب 6 ماتشات مع كوت ديفوار منتخب كوت ديفوار خسر منهم 4 واخد مكسب 1 وتعادل 1 اوكي ده تاريخه بس في افريقيا 6 ماتشات يعني تمام نروح للارقام بقى لكن انت قلت لي معلومه برده مهمه جدا ان الراجل ده هو صاحب او ليه فضل كبير وبصمه كبيره في بناء الجيل الحالي لمنتخب بلجيكا اللي هو يعني يمكن يكون اعظم اجيال بلجيكا الكرويه على الاطلاق يعني مظبوط الراجل اشتغل لمده تقريبا موسمين مع منتخب بلجيكا كاسيستنت كوتش وبعد كده بقى المانجر لعب تقريبا 51 ماتش مع منتخب بلجيكا كان الجيل لسه بيبدا ايدن هازارد ودي بروينا ولوكاكو هم كان بيبدا الجيل ده هو اشتغل مع الجيل ده لما كان لسه طالع بيتصعد من المنتخب الاولمبي كان اسيستنت كوتش وبعد كده اشتغل معاهم كمانجر بعد كده مشي من منتخب بلجيكا وبعد كده بقى بدا كاريره راح ايران راح كوت ديفوار بعد كده راح ايران بعد كده دلوقتي موجود هو استلم بعد كارلوس كيروش بالمناسبه صح استلم بعد كارلوس كيروش طيب نروح بقى للمقارنه بين الاهلي والرجاء يلا احنا هنروح لمقارنه سريعه جدا هنشوف بس حاجات يعني بالنسبه لنا هتبقى انديكيشنز للي احنا هنتكلم الموسم الحالي ده الموسم الحالي اوكي هتبقى انديكيشنز للسلايدز اللي احنا هنتكلم عليها
الفرص اللي بيخلقها النادي الاهلي في اللقاء بتبقى 9، الرجاء دي معدلات اللقاء الواحد لكل فريق. مظبوط المعدلات بتاعت اللقاء، معدلات اللقاء الواحد لكل فريق الاهلي والرجاء. النادي الاهلي بيصنع تقريبا 9 فرص في اللقاء، الرجاء بيصنع 7. النادي الاهلي الفرص الناجحه او من التسع فرص بيحاول قد ايه؟ بيحاول 2.5 من الفرص دي الهدف. تمام، يعني تقريبا النسبه تزيد عن 25% بحاجات بسيطه. لكن فرقه الرجاء بتبقى تقريبا نسبتها 1.6. التصويبات النادي الاهلي بيصوب تقريبا 16 في اللقاء، الرجاء بيصوب 12، النادي الاهلي بيصوب 7 اون تارجت، الرجاء بيصوب 5. معدل التمريرات بتاع الفرقتين تقريبا بنتكلم في نفس الحاجه، اكتر من 500 تمريره، والنسب تقريبا 85 و82%، نسبه الدقه، نسبه الدقه بين الفرقتين تقريبا نفس الحاجه. برضو المراوغات تقريبا 23 22 14 13، المراوغات الناجحه تقريبا نفس الارقام. خساره الكره، النادي الاهلي بيخسر كره اقل من الرجاء شويه، الرجاء بيخسرها 74 معدله في اللقاء، النادي الاهلي 69 بالظبط. النادي الاهلي بيخسر 10 كرات تقريبا في المباراه في النص ملعب النادي الاهلي، الرجاء بيخسر 14، وده هيدينا انديكيشن ازاي الرجاء بيحضر الكره من تحت وهو بيشتغل في البيلد اب بتاع الفرقه. وتقريبا استعاده الكره للنادي الاهلي هي تقريبا زي الرجاء 54 54، والنادي الاهلي بيستعيد الكره في نص ملعب الفريق المنافس 10 مرات، الرجاء بيستعيدها 11 مره، يعني تقريبا بنتكلم على نفس الارقام. طيب تعالى نروح بقى لقرايتك لمستوى واداء وطريقه شكل الاداء بتاع فرقه الرجاء، ونبتدي عايزك تقول لي رؤيتك في الناحيتين، الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، وخلينا نبدا بالناحيه الدفاعيه. خلينا نبدا بالناحيه الدفاعيه لان دي بالنسبه لي المهمه جدا، هنتكلم فيها على شويه نقط موجوده. احنا هنهاجم يبقى طبيعي جدا ان شاء الله هم ما يهاجموش، بس يعني نبتدي بالناحيه الدفاعيه. نبتدي بالناحيه الدفاعيه، هنا احنا بس عايزين نركز في حاجه، المسافه الصور اللي الرجاء دايما اللي بالاخضر حضرتك، يعني هو بيلبس اخضر يا ابيض، اخضر وازرق. هنشوف دلوقتي. اوكي. دلوقتي احنا يعني ايه السلايد اللي موجود قدامنا، هنشوف المسافه اللي ما بين الفول باك والرايت باك او اللفت باك. نبدا بقى يعني نمشي الصور كده، يلا. هنا احنا بنبدا نشوف المسافه اللي احنا محددينها ما بين الرايت باك اللي هو مذكور، اللي عليها الشادو الابيض دي، واللي هو مذكور، والرايت سنتر باك اللي هو غالبا بيبقى اوقات يا اما الهدهودي يا اما الحداد. نكمل بقى نمشي بالصور دي، هنا طبعا سيلي ميستيك هنشوفها كتير قوي من مدافعين الرجاء. نروح للصوره اللي بعدها، الكره اتسجلت هدف، نروح بقى للصوره اللي بعدها على طول، ده كانوا بيلعبوا النهضه البركان ده. بالظبط، هنا برضو نفس السيلي ميستيك، الراجل اللي عليه الشادو، الراجل بتاع الرجاء اللي جوه منطقه الجزاء بيغطي تغطيه غريبه جدا. الصوره اللي بعدها نلاقي الراجل فرصه اكسبكت، دي نفس الكوره. نفس الكوره، ده نفس المباراه، فرصه اكيد. بالظبط، هنا برضو دي من ضمن الحاجات اللي هنشوفها في الصور الجايه، ان فرقه الرجاء عندها مشكله في التو سنتر باكس، ان هم عندهم طوال جدا تقريبا الاثنين 193 سنتي و192 سنتي، فالترقيص على الارض عندهم في مشكله كبيره في الترنات، ودايما واقفين على كعاب رجلهم. الترقيصه دي هنشوفها كتير بقى في الصور اللي جايه. تمام، يعني الاسهل انك تخترق على الارض احسن ما تلعب على كورت. بالظبط، نفس عالية. المسافه اللي ما بين مذكور والهدهود هي الراجل بيستلم وسط الاثنين وبيروح يسجل جول. حارس المرمى ايه بالمناسبه؟ الزنيتي شفناه مع منتخب المغرب، حارس مرمى جيد، وهو الاعلى قيمه تسويقيه في فرقه الرجاء، 1.2 مليون يورو هو الزنيتي. برده نفس الكلام، الراجل واقف على كعب رجله، هي برده نفس الترقيصه، نفس الترقيصه هي تقريبا، دي مباراه مختلفه. هنا برده نفس الكلام، الراجل واقف على كعب رجله وبيترقص بسهوله جدا. ليه؟ لان هو طبعا الطول مش مساعده ان هو يعمل ترنات. نفس الكلام تقريبا، المسافه برضو اللي هي ما بين الفول باك والرايت باك او الليفت باك، والراجل بيطلع من ضهره. انا شايف انه حتى جوه الصندوق يعني ما فيش ضغط، يعني في كل الحالات اللي انت جايبها في مشكله في البوزيشننج كبيره جدا. لو نقف عند الكره دي لحظه، بص هم المفروض ان فرقه الرجاء في تلعب 4 ورا، بيلعب هو فرقه الرجاء بتلعب 4-2-3-1. تمام، المفروض ان انا هنا، انا الفرقه المنافس، هنقف لحظه بس، فرقه المنافس هنا المفروض ان الراجل بيشتغل براحته، يعني هو لسه بيبيلد اب، فانا المفروض انا والراجل بيبيلد اب، انا واقف في مكاني، يعني انا واقف متمركز صح 100%. لا بص، التمركز اصلا الراجل الرايت باك مش موجود في الكادر خالص، مش عامل التغطيه بتاعته المسافات مظبوطه. نروح للكره اللي بعدها ونمشي، هنلاقي الراجل راح لوحده في ظهر الدفاع وسط 4 مدافعين من فرقه الرجاء،
برضو لازال يعني بنتكلم في نفس الحاجه، كره طويله هنشوفها بتتكرر بعد كده برضو في ظهر الدفاع، الراجل الرايت باك سليم ستيك بيغطي التسلل وبرضو نفس الكلام، دي كلها يعني نفس المباراه، فطبعا تكرار الخطا في نفس المباراه. نرجع بس للكره اللي قبلها بلحظه، اللي بعد دي ايوه دي بالظبط، هنا نفس الكره اللي فاتت الراجل بيعمل كره طويله من نص الملعب. الصوره اللي بعدها الراجل رايح انفراد ما بين الاثنين التو سنتر باكس بتاع فرقه الرجاء، بيكمل بيروح انفراد بيج تشانس يعني انفراد فرصه مؤكده بالظبط. نروح بقى للصور اللي بعدها، دي نفس الكوره. كان عنده حل ان هو يصوب او يعمل تمريره الناحيه الثانيه كره هدف، بس المهاجم الناحيه الثانيه بالمناسبه اوف سايد لانه سابق الكوره. تمام. هنا بقى احنا بنتكلم على هنا الرجاء الابيض ولا الاخضر؟ احنا بس نقف لحظه هنا، الراجل الرايت سنتر باك هو المفروض في الدايره البيضاء اللي فوق على الشمال، لكن احنا حاطين هنا مكانه المفروض التمركز الصحيح بتاعه يكون فين؟ قريب من الرايت سنتر باك اللي بيضغط، يعني مدافع الرجاء اللي موجود على ال 18 هو ده مش مكانه، هو المفروض واقف في المكان الاخضر اللي على الشمال، فهو هنا سايب المسافه دي كلها ما بينه وما بين المدافع وما بينه وما بين مهاجم فرقه الوداد. الصوره اللي بعدها هنلاقي الراجل طبعا عنده مساحه كبيره جدا للتصويب والكره دي اتسجلت هدف. تمام. دي مباراه الوداد اللي انتهت 1-1 اللي بعدها تم اقاله المدير الفني وتعيين مارك فيلموت. مارك فيلموت مظبوط. نفس الكلام المسافه برده اللي ما بين اللفت باك واللفت سنتر باك، الراجل بيروح منها وبيصوب وبعد كده الكره دي بتسجل هدف. انا معظم الاهداف اللي شايفها في الرجاء الفعل كلها من اختراقات من العمق او كور طوليه من ورا في ظهر الباكات، لكن ما فيش كور عرضيه، يعني ما شفتش اهداف من كور عرضيه. لا كله لعب على الارض واختراق كله لعب على الارض، لان المساحات بتخلي يعني المنافس تقدر تقول عندهم سوء تمركز شديد جدا وعدم قدره على التعامل من مع الكرات هنا لو نرجع بس الصورتين لحظه قبل دي لا احنا كده بنقدم هي دي. هنا الراجل بيعمل كره طويله نفس اللي احنا شفناها في المباراه اللي فاتت، دي مباراه ثانيه مختلفه. نشغل الصوره اللي بعدها، ده شغل السوليه بقى في نص الملعب. ده اللي ان شاء الله يعني احنا مميزين فيه ونقدر. انا هجي لك لطريقه الاهلي لو عندنا وقت، برضو عايز اعرف الطريقه والشكل الامثل للتعامل مع فرقه الرجاء من وجهه نظرك. نروح للصوره اللي بعدها، نروح للي بعده نفس الكلام برضو. بص المسافه اللي ما بين الراجل الليفت باك والليفت سنتر باك، بص مسافه قد ايه، والراجل طبعا بيروح وعنده بيج تشانس ان هو يسجل انفراد. طيب قبل ما اتكلم خلينا نروح للناحيه الهجوميه، بتهيألي كده بشكل كافي كده خلاص شرحنا يعني احنا شرحنا المنظومه الدفاعيه. طب نروح لزميلنا الاول كريم احمد في دوحه في ملعب تدريب النادي الاهلي، نطمن على تمرينه النهارده بما انه اول تمرين والاهلي مكتمل الصفوف. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك طبعا في البدايه وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك كريم. النهارده يعني متفقين انه اول تمرين بتكتمل فيه صفوف الفريق، في بدايه الحلقه يمكن طمنت الجمهور على موقف الشناوي وعلى ايمن وعلى اكرم توفيق وعلى محمد مجدي قفشه، وانه دكتور ابو عبله قال انه كلهم جاهزين وبيشاركوا في المران. يهمنا تنقل لنا صوره عن تمرينه النهارده وعن لحظات البدايه فيها. يعني نقدر نقول النهارده يوم مميز جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي، لان الصفوف بالحقيقه بالتاكيد طبعا اكتملت بالكامل، الكل الحمد لله جاهز. يعني مش هنذكر اسماء على قد ما نقول كل اللعيبه الحمد لله، كل اللاعبين الدوليين منتخبنا الوطني بدر بنون وايضا كمان علي معلول، الكل النهارده ان شاء الله يكون بيدار تدريب جيد جدا وجاهز لهذه المباراه المرتقبه وهي مباراه الرجاء. النهارده طبعا تدريب بقوي الفريق للنادي الاهلي بحضور الكابتن محمود الخطيب وعلى هامش ايضا كمان الحضور الحقيقه، يمكن كابتن هاني بوريده طبعا المهندس هاني بوريده طبعا تواجد مع رئيس الاتحاد الافريقي ايضا كمان حمد بن خليفه، حرسوا بشكل كبير جدا هم كانوا متواجدين لمشاهده فريق النادي الاهلي والاطمئنان على البعثه بشكل كامل. وايضا كمان سبقوا الحقيقه في فندق الاقامه صديق الكابتن محمود الخطيب ويمكن كابتن نادي الريان السابق محمد السويدي، طبعا يمكن هو عارف طبعا كابتن محمود الخطيب وصديقه من فتره طويله جدا، فحرص الحقيقه يطمن على فريق النادي الاهلي بشكل عام وجمعيته جلسه سريعه، وده يمكن الروح الكبيره جدا المتواجده بداخل النادي الاهلي. الحقيقه تدريب النادي الاهلي النهارده طبعا ان شاء الله يكون كل المؤشرات ايجابيه لفريق النادي الاهلي بيتسو موسيماني، لان اهميه طبعا النهارده التدريب ان احنا نطمن على
الحاله البدنيه لفريق النادي الاهلي وتحديدا اللاعبين الدوليين. يمكن طبيب النادي الاهلي قلنا ان عنده شغل كبير جدا خلال ال 48 ساعه الماضيه، والحقيقه قام بدور كبير جدا. الكل جاهز، تم تجهيز الكل. طبعا محمد مجدي قفشه يمكن كان طبعا عمل اشعه ايضا سونار، وايمن اشرف جاهز بشكل كبير جدا، محمد شريف، اكرم توفيق اللي يمكن شعر ببعض الالام في العضله الاماميه، لكن التضحيات بناكد عليها في كل مره مهمه جدا في هذا التوقيت، وده اللي احنا لامسينه وهنشوفه كمان على مدار التدريب. يمكن التدريب بدا من 15 دقيقه، الجزء البدني طبعا معروف عليه، لكن احنا مستنيين بقى نشوف التكتيك، نشوف الالتحامات، التقسيمه طبعا اللي بيتسو موسيماني هياكد عليها في نهايه المران، لان هيدينا مؤشر ايجابي جدا لجاهزيه اللاعبين الجاهزيه البدنيه. الحمد لله زميلي احمد، الامور طيبه جدا، الجو مميز جدا، كل الترتيبات الحقيقه، التدريبات التنظيميه والاداريه امر غايه في الروعه الحقيقه هنا في الدوحه. بنعمل ان شاء الله كعاده فريق النادي الاهلي تركيزه الكبير يكون متواجد غدا، كمان هيكون مؤتمر صحفي واجتماع فني وكل الامور طبعا الخاصه بيه، البروتوكول الخاص ببطوله السوبر. فان شاء الله باذن الله كل الامور تكون طيبه لفريق النادي الاهلي، ونقدر بالجديه الكبيره اللي شايفينها مع اللاعبين وتركيز لاعبي النادي الاهلي والحرص الكبير من مجلس اداره النادي الاهلي يكون متواجد، لان لسه كمان عدد كبير من مجلس الاداره هيتوافد ان شاء الله قبل المباراه، وغدا بالتاكيد الكل يكون متواجد ورا النادي الاهلي، وان شاء الله نقدر نعود من قطر ببطوله السوبر الافريقي. بكره التمرين هتكون على ملعب المباراه مظبوط يا كريم؟ بالتاكيد اه، يعني 7:30 بتوقيت الدوحه يكون مؤتمر الصحفي طبعا لبيتسو موسيماني والكابتن محمد الشناوي، ومن بعدها 8 مساء وهو موعد المباراه بتوقيت الدوحه هيكون التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي على ملعب احمد بن علي اللي هيستقبل المباراه، مباراه يوم الاربعاء في 8 مساء بمشيئه الله. اجواء المباراه والاستعداد ليها والجماهير اللي هتكون حاضره، يعني كلمني عن بره الملعب شويه. بالتاكيد طبعا، يعني انت عارف زميلي احمد بعد طرح التذاكر باقل من ساعه تم نفاذ التذاكر، طبعا انت عارف في استاد احمد بن علي بيسعى ل 40,000، خصصت طبعا 75% من ساعه الاستاد للجمهورين، لكن الغلبه الكبيره طبعا بالتاكيد لجمهور النادي الاهلي، ولو في اكتر من كده تذاكر الحقيقه كمان جمهور النادي الاهلي متعطش بشكل كبير ان هو يتابع فريقه، لكن الالتزام طبعا بالاعداء طبعا 75 موزعه على الطرفين نادي الرجاء والنادي الاهلي، لكن لو الامور يمكن سمحت شويه النادي الاهلي يقدر يكون متواجد بكثافه جدا في جمهور النادي الاهلي. الجمهور متواجد في الشارع بيقابلنا في فندق الاقامه، حب كبير جدا لجمهور النادي الاهلي الحقيقه والكابتن محمود الخطيب تحديدا كمان في فندق الاقامه، الكل بيحاول يتصور معاه، الكل بيحاول ان هو ياكد طبعا على اهميه البطوله. يا رب ان شاء الله، بس دعواتكم زميلي احمد، دعوات كل جمهور النادي الاهلي ان احنا نقدر ان شاء الله في 90 دقيقه فقط لغير، بناكد على هذا الامر كل مره، عايزين ننهيها في 90 دقيقه ان شاء الله زي ما نهيناها في السوبر الماضي، ونقدر ان شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى مع لعيبه النادي الاهلي وبقياده بيتسو موسيماني القياده الفنيه الرائعه داخل المستطيل وخارج المستطيل وتحضيره النفسي يكون اثره ايجابي جدا على فريق النادي الاهلي ان شاء الله. كل الثقه وكل الدعم للنجوم فرقتنا والبيتسو موسيماني المدير الفني، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من قطر مباشره من ملعب تدريب النادي الاهلي، وكل التوفيق ان شاء الله لابطالنا. طيب تابعنا مع شريف النواحي الدفاعيه ونقاط الضعف يمكن في فريق الرجاء المغربي، خلينا نروح سريعا للقوى الهجوميه والطريقه اللي بيعتمد عليها مارك فيليبس، خصوصا في ظل رحيل طبعا سفيان رحيمي زي ما اتكلمنا، وبين مالونجو الاثنين كانوا اوراق هجوميه قويه جدا ومؤثره جدا مع الرجاء، سواء في مشواره والوصول قبل النهائي في النجمه التاسعه اللي حقق نادي الاهلي او وصوله لتحقيق لقب الكونفدراليه. هجوميا اهم اوراق الرجاء بدايه شريف، اهم يعني احنا هنشوف السلايد معانا، بس انا بالنسبه لي اهم لاعب موجود حاليا في فرقه الرجاء وهو هداف الفرقه هو حميد احداد، اللي يمكن ما كانش بيأدي اداء كويس مع الزمالك وقت ما كان موجود هنا، لكن هو دلوقتي اداؤه تطور بشكل نسبي. وهنا عايزين بس نرجع للصوره اللي فاتت لحظه، هنقول هنا لازم نركز على عدد اللعيبه بتاعت الرجاء، دايما الرجاء بيهاجم بخمس او ست لعيبه طول الوقت في نص ملعب المنافس، وعنده كوره اللي هنشوفها كتير جدا بدايه من الكوره اللي جايه. في لعبه مشهوره جدا عند فرقه الرجاء واحنا شفناها كتير جدا مع فرق شمال افريقيا، ازاي بيحضر اللعب على زون 14 او المنطقه اللي قدام منطقه الجزاء، وبعد كده بينقل الكوره اللي هي التشاب الصغيره دي اللي بتعمل في ظهر الكره دي بتتعمل للجناح الشمال اللي بيتحرك في ظهر الباك اليمين بتاع بالظبط نفس الصوره اللي احنا شايفينها يعني نفس الصوره اللي احنا شايفينها للجناح الشمال. نروح بقى للصوره اللي بعدها هنلاقي نفس الكلام برضو، الجناح اليمين بيتحرك بنفس الطريقه وهنبدا بقى نشوف ان هي الكره دي متكرره بشكل كبير جدا، ويمكن هي مشهوره جدا في شمال افريقيا دي مالهاش علاقه بمدير فني، دي ليها علاقه بطريقه او اسلوب لعب الرجاء، هي ليها علاقه بتاسيس اللاعب. اللاعب عموما في شمال افريقيا عنده الكره دي بيعملها كتير جدا، حتى لو اوقات بتكون الكره مش يعني مش ما فيهاش تشانس كبيره انها لما تتلعب توصل توصل، لكن يعني بيصر ان هم يلعبوها وهنشوفها بتتكرر كتير. يعني نروح بقى نبدا نمشي الفيديو ونروح للصور اللي بعدها بالظبط، هنلاقي برده نفس الحاجه، عدد اللعيبه بتاعت فرقه الرجاء بنتكلم على الشاشه اللي قدامنا ست لعيبه، والراجل
الجناح بيتحرك او الباك بيتحرك بسرعته علشان يبدا ياخد في المكان اللي في ظهر الاثنين الفول باكس بتوع الفريق المنافس، ونمشي بقى الصور بسرعه عشان هي تقريبا نفس الفكره بتتكرر. تمام. نفس الكلام، الراجل الفول باك طالع فوق نفس الكلام، وبرده نفس العدد بتاع فرقه الرجاء نفس الكلام. الصوره اللي بعدها هنا الراجل بينقل من نص الملعب، نعد اللعيبه هنلاقيها خمس لعيبه نفس الكلام. الراجل برده محسن متولي اللي هو على اليمين هيبدا برده يروح في ظهر المدافع، دي كره برده بتتلعب بنفس الطريقه بالرغم ان مفيش اصلا شانس موجوده، لكن هنلاقي ان طول الوقت الاثنين فول باكس فاتحين الملعب عاملين وايد بشكل كبير قوي. هنلاقي هنا نفس الكلام برده، دي الكره اللي كانت قبلها، الراجل بيعمل في ظهر المدافعين نفس الكلام، الراجل اللي جاي بيجري الفول باك ده، هي نفس اللعبه متكرره بشكل كبير جدا. الكره دي بالمناسبه اتسجلت هدف، هنا اتسجلت هدف، اللعيبه بتفرح بقى هو. هو هنا طبعا الرجا بالزي الاحتياطي بالازرق برضه هنا بقى الكره دي يعني مفيش اصلا تشانس خالص، يعني اي لعيب عادي مش هيفكر ان في تشانس تتلعب، لكن هو برضه محسن متولي لعبها، وطبعا سالم ستيك من المدافع عدت ووصلت نفس الكلام برضو. هنلاقي هي لعبه متكرره بشكل كبير جدا في كل الماتشات. اهم مفاتيح اللعب في الرجاء يا شريف، اهم مفاتيح اللعب بالنسبه لي على الموسم ده هو اللعيب اللي بيصاب حالا، هو محمود بن حليب. انا شايف ان هو اهم لعيب موجود دلوقتي، عامل معدل اسيست كويس، عامل معدل برضو نفس الكلام المدافع برضو التو فول باكس يعني بتوع فرقه الرجاء، راجل بيروح انفراد من مجرد تحرك بس. علي معلول بالمناسبه دي حاجه من الحاجات المميزه فيها قوي مع النادي الاهلي، مميز جدا في الكره دي مع النادي الاهلي، ازاي بيتحرك من ورا الفول باكس وبيسجل على طول او بيصنع، يعني هو ملك الحقيقه الحلول زي ما بيسموه. بالظبط خلاص، يعني تقريبا الفرص كلها بتقول نفس الكلام برده، الراجل بيطلع نفس الحاجه. نقدم برده الفيديو الطريقه بتاعتنا يا طيب بناء يعني على قرايتك بناء على قرايتك لشكل وطريقه لعب الرجع، عارف ودارس نقاط قوه ونقاط ضعف، الطريقه الامثل لمواجهته والتشكيل الامثل اللي ينفذ الطريقه. الطريقه الامثل لمواجهه الرجاء بالنسبه لي هو ان احنا نلعب بنفس الاسلوب اللي احنا بنلعب بيه، الطريقه اللي احنا بنجمع بيها الكره على مستوى الاطراف، وبعد كده بنبدا ننقل الكره القطريه. انا بالنسبه لي الكره اللي هتخرج في مباراه الرجاء من رجل عمرو، كل كره هتخرج من رجل عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه، هي كره مهمه جدا للنادي الاهلي خصوصا في وجود حسين الشحات لو هو اللي هيلعب او في وجود بيرسي تاو. وانا شايف انه من برضو من مشاكلهم الدفاعيه وجود الاثنين مهم جدا للاهلي، يعني شايف انه انسب اثنين في 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 خط هجوم الاهلي الشحات وبيرسي تاو للمباراه زي مباراه الرجاء، مش عارف تتفق ولا تختلف. وانا بالنسبه لي الهارموني اللي موجوده على مدار الموسم اللي فات كله اللي كانت موجوده ما بين حسين الشحات وما بين محمد مجدي قفشه وعمر السوليه، انا بالنسبه لي نقدر نستفاد منها. الرجاء الميزه اللي عنده هي العيب اللي عنده. الاثنين فول باكس بنتكلم على مذكور لعيب صغير في السن 22 سنه، لعيب بوتنشال جدا ولعيب مبشر جدا بالنسبه لفرقه الرجاء، وانه هيري الناحيه الثانيه لعيب خبره ويلعب منتخب المغرب ولعيب عنده خبرات كبيره وجاي من فرقه الوداد، الاثنين دول هجوميا اقوياء جدا زي ما احنا شفنا في الصور، لكن دفاعيا عندهم ضعف كبير جدا. كمان بنتكلم على جمال حركس اللي هو اللعيب اللي جه الموسم ده لسه ما دخلش، ده مدافع لسه ما دخلش مع الفرقه بشكل كبير، فما فيش هارموني موجوده عند معاه لما بيلعب رايت سنتر باك او ليفت سنتر باك، ونفس الكلام بالنسبه للهدهودي اللي يمكن عامل السن مع الطول مع ضعف اللياقه البدنيه شويه بيخليه يترقص بسهوله زي ما شفنا. معايا دقيقه عايزك تكلمني على المواجهه بين فيلموتس وبين موسيماني هتكون ازاي، وهل تتوقع ان الرجاء طبعا فريق كبير وطبعا احساسه انه بطل افريقيا، لكن تتوقع انه يلعب جيم مفتوح قدام النادي الاهلي وانه يبادر بالهجوم، ولا متوقعها مباراه تكتيكيه ومقفوله نوعا ما؟ من ناحيه فيلموت اعتقد الراجل عاقل قوي، ما عندوش مش عنيد، الراجل عارف امكانياته كويس، الراجل جرب فريقه في 3 ماتشات في الدوري وواضح انه عنده مشاكل، كانت المشاكل الدفاعيه او كان ضعف المشاكل الهجوميه في التسجيل، الراجل في ال3 ماتشات سجل هدفين او 3 اهداف في ال3 ماتشات، فده رقم قليل جدا بالنسبه لفرقه بتنافس على الدوري في المغرب، ده بالنسبه لي مؤشر انه لا الراجل هيفكر ان هو يلعب ب3 في نص الملعب، بنتكلم على تقريبا عمر العرجون، بنتكلم على فابريك نجوما، بنتكلم على محسن متولي، وممكن يدخل معاهم الزريده كمان لعيب بوتنشال لسه صغير في السن بيبدا مع فرقه الرجاء، ده بالنسبه لي اللعيبه اللي هتلعب في خط النص اللي شويه ممكن الراجل يقدر يعتمد عليهم ان هو ازاي يدافع النادي الاهلي، اعتقد مش هيهاجم النادي الاهلي باكثر من 2 لعيبه. عبد الاله حفيظي عمل بطوله كويسه في البطوله العربيه، فممكن يرجع على البطوله الافريقيه سوري على السوبر الافريقي ان هو يبدا يبقى موجود اساسي بما انه اخذ ماتشات مع منتخب المغرب،
كمان حميد احداد هو من اللعيبه المهمه مؤخرا يعني، فممكن يكون موجود. ده بالنسبه لي الاثنين لعيبه، مع طبعا محمود بن حليب اللي انا بشوفه هو عامل موسم جيد جدا، او بدايه الموسم بتاعته بدايه مبشره جدا. فدول الثلاثه لعيبه اللي هيهاجم بيهم فرقه الرجاء، واعتقد هيدافع باللعيبه اللي احنا قلنا اسمائها دلوقتي. خط الدفاع مش هيخرج عن الهدهود وجمال حركس ومدكور باك رايت والنهيري باك ليفت. دي المجموعه اللي هتبقى موجوده تقريبا في خط الدفاع اللي هيدافع بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي اعتقد هو هيبقى ليدنج في المباراه اكتر، علشان النادي الاهلي طبعا اقوى، النادي الاهلي بدا الموسم بشكل اقوى، ما غيرش مدربين. كوتشنج وايز ما بين مارك فيلموت وما بين موسيماني، اعتقد الخبره هتروح اكتر لموسيماني كونه راجل بقاله سنين في افريقيا. فبالنسبه لي الكوتشنج وايز يعني اعتقد موسيماني هيكون اقوى في الارجح. ان شاء الله باذن الله قادرين، وان شاء الله باذن الله موفقين. نتمنى بس ان التوفيق يكون حالفنا في المباراه امام ناحيه القدرات والامكانيات. الاهلي ان شاء الله باذن الله قادر يرجع باللقب من قطر. بشكرك شكرا جزيلا شريف سالم محلل اداء وضيفنا العزيز في السادسه دايما، شكرا على وجودك معنا النهارده. وبشكر حضراتكم على المتابعه. النهارده كانت حلقه مخصصه ان احنا نقرا فيها فرقه الرجاء، بكره نركز اكتر على فرقتنا وننقل لحضراتكم اللمسات الاخيره والاستعدادات الاخيره للنادي الاهلي قبل 24 ساعه ان شاء الله من مواجهه سوبر افريقيا امام الرجاء المغربي. تحياتي لحضراتكم، وعلى شاشة الأهلي دايما أقابل حضراتكم على كل خير.